مساء الخير. اليوم من خلال زي ما حكينا كورس انفايرومنتال كيمستري، احد المواضيع المهمه اللي بتهمنا موضوع اللي هو المياه، واهمها في بلادنا في عندنا مشكله اللي هو نقص المياه. طبعا المصدر الرئيسي للمياه اللي هو الفريش ووتر في فلسطين هو المياه الجوفيه. بسعدنا استضافة اللي هو الدكتور سائد الخياط، أستاذ مشارك عندنا في الجامعة وتخصصه هيدروكيمستري، كثير له اهتمام وأبحاث في موضوع اللي هو المياه الجوفية بالأخص في فلسطين. رايح نطينا ملاحظة عن موضوع اللي هو المصادر المياه في فلسطين، وبالأخص اللي هو الأكويفيرز اللي هو الآبار الجوفية والأحواض الموجودة عندنا في فلسطين، من حيث اللي هو يعني أماكن وجودها، أشياء ومعلومات إضافية. راح يتفضل الدكتور سائد الخياط. دكتور إلك المجال، تفضل. طبعا السلايد الأول دكتور سمير حكى عنه، فيش داعي نعيده، بس أنا بدي أعطيكم لمحة شو اللي راح أعطيكم إياه اليوم. راح أعطيكم إياه اليوم راح يكون عبارة عن قسمين. القسم الأول تاخدوا فكرة عن المياه الجوفية في فلسطين، شو هو لمحة عامة عن جيولوجي. في شيء عندنا اسمه جيوكيمستري. الجيوكيمستري له علاقة بشكل أو بآخر بطبقات الأرض. كل طبقة أرض لها تكوين له علاقة بمينرالز، والمينرالز لما بصير لها ديسوليوشن تعطينا العناصر الكاتيونز والأنيونز المختلفة، بالإضافة للتريس إليمنتس. هلأ عشان ناخد لمحة بداية عن الجيولوجي، طبعا احنا عايشين هون، هاي الحدود الجغرافية لفلسطين الحديثة. في عنا شيء هون في وسط جبال الضفة الغربية اسمه السينكلاين، في عنا اشي اسمه أنتيكلاين. الأنتيكلاين بتشكيلة الأرض هي عبارة عن ارتفاع جبلي بيجي في وسط. أنا بعطيكم إياه بطريقة مختصرة أو مبسطة حتى تقدروا تفهموا، لأنها مبادئ أساسية بالجيولوجي. السينكلاين عبارة عن الانخفاضات، عبارة عن الوديان المنخفضة. طبعا مش الوديان بمفهوم الوديان اللي بتمشي من خلال السلوبس، لا، احنا بنحكي عن ارتفاعات أرضية بتشكل سلاسل جبال، وانخفاضات بين سلاسل الجبال بتشكل الهبوطات أو الوديان. فعنا هون في الضفة في عنا هون أنتيكلاين. الأنتيكلاين هذا أو عدة أنتيكلاينز، في عنا هون نابلس أنتيكلاين، وفي عنا هون مارسابا أنتيكلاين. في كمان عنا بعض الأنتيكلاينز البسيطة اللي بتعمل القيعان والجبال أو الهضاب المختلفة داخل الضفة. هلأ بشكل رئيسي الأنتيكلاين أو المجموعة الأنتيكلاينز اللي بتمشي في جبال الضفة الغربية بتقسم الضفة من حيث الأكويفرز لعدة بيزنز رئيسية. البيزن الأول اللي هو بيمشي بالسلوب، اللي بيمشي من الجبال الضفة باتجاه الشرق وبصب في منطقة غور الأردن والبحر الميت، وهذا بسميه الإيسترن سلوب أو الحوض الشرقي. وعندنا السلوب اللي بمنطقة الغرب وبيمشي باتجاه البحر المتوسط بسميه الويسترن سلوب. وفي عندي هون ساوث إيسترن بيزن، هذا نتيجة وجود 2 من السينكلاينز هون منخفضة. الأنتيكلاين هذا والأنتيكلاين هذا عاملين سينكلاين هون منخفض وانخفاض. انخفاض هذا هو اللي بيشكل مرج صانور ومرج بن عامر والسهول اللي موجودة في مناطق الشمال ومناطق جنين، هي كلها انخفاضات. طبعا سبب وجود هاي المناطق الزراعية هون أو هون في الأغوار أو في مناطق جنين هو عبارة عن الانجرافات اللي بتصير نتيجة انجراف التربة من الأنتيكلاينز العالية باتجاه السينكلاينز المنخفضة، فبتتجمع مع على مدار مئات السنين آلاف السنين حتى تشكل السهول اللي بنشوفها بالتربة الخصبة، لأنه المية بتجرف الحبيبات الصغيرة. على أي حال نرجع لنفس الموضوع، عندنا هون جراوند ووتر بيزنز، عندنا حوض شرقي. الحوض الشرقي هذا تنزل مية المطر على منطقة الجبال والسفوح، بتسحب من خلال عدة وديان موجودة باتجاه الشرق حتى توصل وتصب في نهر الأردن أو تصب في بحر بالبحر الميت من عند منطقة الخليل. في عنا كمان وديان غربية كلنا بنعرفها زي وادي زومر في منطقة طول كرم، وفي عنا وادي التين، كلها بتصب باتجاه البحر المتوسط. وفي عنا وديان بتروح باتجاه الشمال الشرقي
اللي هي بتشكل جزء من الحوض الشمالي الشرقي للضفة الغربية. هاي ثلاث أحواض رئيسية عنا في منطقة الضفة الغربية. هلأ في عنا ground water، كل منطقة شو اللي بيصير فيها؟ إنه مياه الأمطار بتنزل على قمم الجبال هون، بتمشي sub surface أو surface باتجاه الشرق أو الغرب أو الشمال الشرقي، بيصير لها عملية infiltration بتغذي الأحواض الجوفية المختلفة اللي راح نشوفها بعد شوي تحت السطح تبع المسطح الضفة الغربية. عندنا مشاكل كتير في المي، عندنا water scarcity problem، عندنا كميات الهطول تتراوح بين 400 ل 550 معدل هطول مي. هلا راح نشوف هل هذا بيعني انه عندنا جفاف، هل بيعني عندنا مشكله مي، ولا بيعني انه في مشاكل ثانيه. 400 ل 550 مليمتر عاده زي ما راح تشوفوا بعد شوي جيده، لكن جيده اذا تم استغلالها بشكل جيد. في عنا مشكلة في الحوض الشرقي على نهر الأردن، مشكلة ملوحة عالية. المنطقة حوض نهر الأردن كانت مغمورة سابقا بمياه البحر الميت، واصلة لعند طبرية، كان اسمها الليك لسان أو بحيرة اللسان. بحيرة اللسان هاي عبارة عن بحيرة مالحة جفت على مدار السنين حتى أعطت الشكل الحالي للبحر الميت. صار في رسوبات ملحية مع الزمن شكلت الكواترنري أو البلايستوسين إيج سيديمنتس او السيديمنتس اللي لها علاقه بالبلايستوسين او الكواترنال الحديث، الرسوبيات الحديثه. هاي الرسوبيات الحديثه مشكلتها انه فيها ملوحه مي عاليه، فيها هالايتس، فيها بعض الكونجلوميريتس المالحه، فيها بعض الرسوبيات المالحه. هاي الرسوبيات المالحه شو مشكلتها؟ المي بتنزل على زي ما شفنا قبل السلايد اللي قبله، المي عم تنزل على جبال الضفه الغربيه بشكل جيد بشكل ممتاز، تنزل فريش، بتمشي سواء من السب سيرفس او من السيرفس باتجاه المنطقة اللي فيها السلاين سيدمنتس هاي. مجرد ما توصل هناك بتختلط مع السلاين باديز، بتختلط مع السيدمنتس او الرسوبيات الملحية، وبصير عليها مشكلة تملح. كل ما سحبنا من الابار هاي، كل ما سحبنا من المية اللي نازلة ديب، المية اللي محصورة بين السلاين سيدمنتس هاي لها مئات السنين والردي صارت براكش مالحة، وبصير عنا خلط ما بين الفريش ووتر والسلاين ووتر، وهذا بيسبب لنا مشكله بالتملح او السلينيزيشن. مشكله السلينيزيشن انه المي بتنزل عذبه حتى توصل منطقه الحوض، هذا بصير عليها عمليه ملوحه. المشكله بتتفاقم كل ما زدنا عمليات سحب وسحب جائر، لانه بتبلش تسحب من الماده تبعت الاكوفر، بتبلش تسحب من الماتيريال اللي او السيدمنتس اللي موجود فيها الاكوفر، بالضبط مثل برميل المي اللي ثلاث ارباعه مي والربع الاخير اوساخ. لما نبلش نسحب منه كتير، مجرد ما نقرب على الاوساخ بتبلش تسحب المي وسخ. نفس الفكره عندنا 400 ل 500 ملم، وراح نشوف انه كميه منيحه اذا استغلناها بشكل امثل. عندنا السالينيتي وشرحنا عن مشكلتها بالنسبه للديد سي سيدمنتس او بحيره اللسان السابقه، وعندنا ليميتد ريبلينشمنت زون، هاي اللي لها علاقه بال 400 و 500 ملم بارير. بالرغم من انه عندنا كمية مية مرضية او مطرية مرضية مش زي بقية الدول اللي فيها نسب رطوبة عالية، بس عندنا كمية مرضية، لكن المناطق المنفذة من ناحية جيولوجية حتى يصير تغذية للمياه الجوفية مناطق ضيقة. في عندنا كثير من مناطق جبال الضفة الغربية بتحتوي على السينونيان فورميشن. هذا السينونيان فورميشن قبل الكواترنري، قبل الايوسين، هذا تشوك وتشيرت. تشوك اللي هو حور او حجارة بشورية، هاي مش سهل المي تنزل فيها، مش سهل تغذي المياه الجوفية. وهاي على فكرة المشكلة في منطقة الحوض الشمالي الشرقي زي ما راح نشوف بعد شوي، انه الطين سماكته عالية نتيجة الانجراف، وتحت الطين كمان في عنا سينونيان، في عنا طبقة غير منفذة، هذا بيخلي مشاكل المي بكفردان وبالمناطق الزراعية اللي فوق مشاكل عالية. في عنا كمان huge amount of water اللي أكيد المية اللي مش راح تنزل من خلال السينونيان راح يصير عليها run off، راح تمشي على السطح. والمشكلة عنا إنه مش مسموح لنا نستغل هاي المية، إما المية بتهرب على نهر الأردن دون استغلال، أو بتهرب على البحر المتوسط وبمسكوها عندهم هون في بحيرات ضخمة وبيستغلوها بشكل أو بآخر قبل ما توصل منطقة البحر. عشان هيك باتفاقيات أوسلو عنا limited access، وصول محدود للمصادر المائية في الحوض الشرقي،
وعندنا ممنوع الا بكوته معينه ناخذ من الحوض الغربي، وممنوع نستغل مصادرنا السطحيه. في عندنا كمان هيوج ووتر ديماند، طلب كبير على المصادر المائيه نتيجه وجود الزراعه. اكثر من 60% من المصادر المائيه بيستغلوها وين؟ في الزراعه اصلا. الهيوج ديماند على المصادر المائيه، سحب جائر بخلف، وهذا بزيد مشكله الملوحه وبزيد مشاكل ثانيه. في عندنا حوالي 1800 كيلومتر مربع الريجيتد اجريكلتشر، مناطق مرويه نستخدم فيها المي للزراعه، عشان هيك 60% من الووتر ريسورسز احنا عم نستخدمها فقط للزراعه. شو انعمل في المنطقه عشان تنميه المصادر المائيه؟ طبعا كنت في كثير من هاي المشاريع مشارك فيها خلال العشر سنين اللي ماضيه. اللي انعمل كله عباره عن تخويت، لانه التكنيكال سوليوشن اللي احنا بدنا اياه ممنوع ناخده، لانه مصادرنا المائيه لازم تضل تركض على الحوض الغربي وتكفي حاجه الاسرائيليين الموجوده غرب الجدار. المياه الجوفيه لازم تركض على الحوض الشرقي وترفع منسوب مياه نهر الاردن بدرجه معينه حتى ما يروحش مياه نهر الاردن. لازم تسقي مزارع النخيل تبعت الاسرائيليين الموجوده في منطقه الاغوار، هم بيستغلوها بطريقه معينه تختلف عنا، واحنا اللي بدنا نشرب الله لا يردنا. هلا كل هاي المشاريع اللي صارت بالتعاون مع الجانب الالماني وبوجود الجانب الاسرائيلي هي عباره عن يعني زي ذر للرماد في العيون، لا اكثر ولا اقل، انه هاي الاسرائيليين عم بيساعدوكم، بدهم يشربوكم مي، بس عمليا زي ما حكيت المحاضره هاي اعطيتها للنمساويين في غراتس، عمليا السوليوشن ما رح يعطونا انه نعمل حصاد مائي لمياهنا السطحيه اللي رح تشوفوها او تشوف كميتها بعد شوي، ما رح يعطونا حل شافي انه يكفي احتياجاتنا المائيه. المشاريع الكبيره اللي صارت من بينها اللي هو السمارت بروجكت او انتجريتد ووتر مانجمنت بروجكت في منطقه الحوض الشرقي، طبعا هم حتى بمشاريعهم مسموح لنا نشتغل على منطقه الحوض الشرقي بس، الحوض الغربي خلوه على جنب. في عنا كمان الجلوفا بروجكت كمان في هاي المنطقة، وعنا هلأ حاليا شغالين على مشروع راح احكي عنه بشوية أزود اللي هو مشروع وكالة الطاقة الذرية، جامعة خضوري مشاركة فيه، طبعا فيش إسرائيليين فيه. وفي عنا المشروع كبير اسمه الديزيرف بروجكت، هذا راح يجي على منطقة البحر الميت، واحتمال كبير الدكتور سمير كمان يطلع عليه شهرين على ألمانيا يشتغل عليه بحث على المنطقة هون، منطقة حوض البحر الميت. هلأ المشكلة الكبيرة اللي كل العالم بيحكي عنها وبصرف عنها ملايين اللي هي أو الكذبة تبعت الكلايمت تشينج، إنه المناخ عماله بتغير، المناخ عماله بيتجه لتغيرات جذرية على الأرض. هلأ وين إحنا بالتغيرات المناخية؟ هلأ عندنا مشكلة سياسية، عندنا مشكلة إلها علاقة ببعض المشاكل مثل الملوحة والكذا إلى آخره، بس هل المشكلة هاي راح تضل زي ما هي؟ الكلايمت تشينج شو راح يعمل فينا؟ كيف راح يفاقم المشكلة نفسها؟ الكلايمت تشينج بيأثر على الووتر ريسورسز، اللي بيأثر على الووتر ريسورسز تم معالجته بشكل أساسي كان مشروعين اللي هو السمارت والجلوفا اللي كانوا في منطقة اللو والنورث أوف جوردان ريفر فالي. طبعا هذا كان فندد بواسطه البي ام بي اف اللي هي الوزاره الالمانيه للعلوم. اللي طلع من المشروع انه عندنا الكلايمت تشينج تمبريتشر حتى 2035، طبعا هذا بينزلوه على الجي اي اس، وبالجي اي اس بيحاولوا يعملوا سيميوليشن، يعني بدخلوا داتا حقيقيه بيعملوا لها كاليبريشن وبعدين بيقولوا بريدكشن، اذا ارتفعت درجه الحراره كذا شو راح يصير في الارض، اذا انخفضت درجه الحراره شو راح يصير، قديش رح ترتفع درجة الحرارة بناء على المعطيات الحالية، على كلايمت داتا من 20 سنة وجاي كيف تغيرت، بناء عليه بيعملوا بريدكشن كيف رح تتغير بعد 20 سنة. فاللي لقيوه هون انه في عندهم انكريز في درجة الحرارة من 1 لـ 1.5 ما بين العام 1990 رح تستمر ل 2035، ورح تطلع كمان 2.5 درجة في العام 2060. هلا درجة الحرارة تطلع 2.5 درجة منيح،
حتى لو كان في كمية مطر كافية، ارتفاع درجة الحرارة لدرجتين ونص رح يزيد عملية الإيفابوترانسبيريشن، رح يزيد عملية الإيفابوريشن، وبالتالي أنا رح أفقد كميات مي إضافية وهيوج أماونت، لأنه مساحة سطح كبيرة، رح أفقد هيوج أماونت نتيجة زيادة عملية التبخر، نتيجة عملية زيادة الإيفابوريشن. بالنسبة للبريسيبيتيشن كان عندهم كمان موديل إنه البريسيبيتيشن رح يضل سيميلر في السنوات الجاي، لكن اللي رح يختلف اللي هو سيزونال فاريشن. بالربيع يمكن ما نشوفش ربيع، بالربيع عندنا هون في عندنا ميديوم تيرم لل 2050 في عندنا سلايت انكريز حوالي 10 مليمتر لكل متر مربع مساحة بالسنة لكميات الأمطار. بعدين عندنا على اللونج تيرم حتى ال 2100 في عندنا ديكريز حوالي 15% من الأمطار. هذا رح يسبب خلل بالسيزون، السيزون نفسه ممكن المطر يمد شوي داخل أشهر الربيع، وممكن يتأخر شوي في بداية الشتاء أو بداية فصول الشتاء. يعني ممكن نشوف مطر نصير بشهر 1 أو شهر 12، بالمقابل ممكن نشوف مطر بشهر 5 و6. هذا رح يعمل شوية variation، لكن حتى الزيادة على الميديوم تيرم رح يقابلها من ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي الزيادة هاي رح تروح وين؟ في التبخر. هذا بالنسبة للمشروع اللي انشغل. كمان هون عندنا الفاريشن السيزونال فاريشن، زي ما حكيت لكم رح نشوف شيفتينج في المطر ما بين السيزونز، رح يبدأ شوي متأخر وينتهي أو يبدأ متأخر وينتهي كمان لقدام شوي داخل الربيع. في عندنا هذا الديزيرف، الديزيرف في منطقة البحر الميت اللي بيشتغلوه اللي هم الهلمهولتس أسوسيشن اليو اف زد اللي هي مركز أبحاث البيئة في ألمانيا. هذا بيركز على كيف المصادر المائية حوالين البحر الميت بتساهم في ارتفاع وانخفاض منسوب البحر الميت. كمان في عنا مشكلة انخفاض أو التبخر العالي من البحر الميت اللي عماله بيفقده شوي شوي خاصيته، في سنويا هبوط زي ما رح نشوف في مستوى البحر الميت. هذا بيزيد مشكلة تملح المياه الجوفية، بيزيد مشكلة الملوحة، بيزيد مشاكل التلوث بواسطة بعض التريس إليمنتس، لأنه ما فيش عنا ضغط مية كافي من الناحية الثانية إنها تقاوم عملية وصول الفريش ووتر للسلاين سيديمنتس. اثنين، المصادر المائية اللي أصلا ديتيريوريتد بواسطة النفايات الطبية اللي عم تنكب في المناطق الصحراوية شرق الخليل، بيت لحم، بعض الملوثات، مكبات النفايات عم ترفع نسب التريس إليمنتس بشكل كبير في المنطقة هاي، بحيث انه بالرغم من كل المشاكل اللي عم بسببها انخفاض البحر الميت، في عنا مشاكل كمان بأنثروبوجينيك بوليوتنتس بالمنطقة نفسها. الكشف عنها في عدة طرق صار، حاولنا نعملها تريسينج أكثر من مرة لكن طرق محدودة. الدكتور سمير غالبا بشهر 7 و8 رح يشتغل على نفس الموضوع، على ميثود ديفلوبمنت جديدة لبعض العناصر اللي ممكن يكشفها في المياه من نفس المنطقة. هي المشكلة تاعت الديد سي، إذا بتلاحظوا هدول تيراسز مصاطب البحر الميت، كان في وقت ما واصل مغطي المنطقة كلها، هاي عم بيصير عليه عملية شرينكج وبيخلف مصاطب ملحية. مشكلة المصاطب هاي إنها هالايت NACL، أملاح الهالايت هاي هشة. في كتير صارت حوادث لاند سلايد او انزلاقات على الحوض الشرقي نتيجة انه الفريش ووتر عم بنزل من منطقة جبال الضفة الغربية وبنزل من منطقة جبال الاردن وبدخل على سولت باديز اوف هالايت، بضل يدوب فيها، المية بتتملح. مش بس المية بتتملح، والقاعدة الارضية اللي بشكلها المينرال هاي كروك كهالايت روك بتدوب لدرجة انه بضل في عنا هولو او مناطق فارغة تحت الارض، وهذا سبب انهيار بعض الفنادق اللي موجودة في المنطقة من 5 سنين تقريبا. طبعا هم بيحاولوا بالديزيرف هذا انه يشوفوا قديش في عنا انفلو لمنطقة البحر الميت، قديش في عنا ووتر لوس. بيحاولوا يعملوا انفستيجيشن على الليك ليفل حتى 2014، وبيحاولوا يعملوا سيناريوز قديش رح تنخفض من هون لعشرين 30 سنة، وكيف رح يكون تأثيرها على المصادر المائية حوالين البحيرة. وكمان عنا بعض الكلايمت او طبعا هنا عم بقولوا انه عم تنخفض كل سنة حوالي متر و20 سنتي
المناطق هاي، وهذا عم بيعمل complication أو تعقيد في مشاكل المي الموجودة. هذا بعض الووتر بالانس اللي بيحاولوا يعملوه، طبعا بحطوا كل الستيشنز الجديدة أو المحطات الحديثة لحساب كميات التبخر، منها تقنية الكوزميك راي. بعض بحسبوا قديش البريسيبيتيشن من خلال توزيع الرين جيجز، بحطوا دايفرز على المياه السطحية حتى يقيسوا قديش كمية المي. كمان اللي طبعا المي عم تجري من الوديان باتجاه البحر الميت أو باتجاه البحر المتوسط للغرب. هاي بعض النتائج اللي حصلوا عليها. إذا بنشوف هون هاي مجاري الوديان اللي بتروح على البحر الميت، بحطوا الأجهزة عليها، بحطوا الدايفرز عليها لقياس. عندنا دايفرز بالمناسبة اللي بحب المستقبل يشتغل مشروع تخرج على المياه السطحية. بالكيمياء يمكن شوي بعيد. هذه برضو هذا وادي العرقود أو وادي العرقود اللي بيجري من شرق الخليل باتجاه البحر الميت تحت. هذا واحد من الوديان اللي بغذي البحر الميت. شوفوا قديش كمية المية السطحية اللي بتطلع من ال 400 أو ال 500 مليمتر اللي ورجيتكم إياها قبل شوي، كمية ضخمة. لكن المشكلة إنه السلوب عالي، ما في إشي يمسك، وطبيعة الكفر أو الأوتكروب من ناحية جيولوجية زي ما حكينا غير منفذ. فالمية بتنزل عمالها خلال 4-5 أيام بكمية كبيرة، فيش وقت إنه تأخذ راحتها بالنزول للمياه الجوفية. السلوب عالي، كلها بتنجرف وبتنزل على مناطق البحر الميت أو على مناطق الحوض المتوسط. إذا بدنا نتطلع أكثر كمان، هي بعض، شوفوا هون المية كيف تدخل عمالها، فريش ووتر، هذا بدخل على منطقة السلاين ووتر، سالينيتي عالية في البحر، بتعمل مشاكل بيئية. المية نفسها كلها بتروح لوس، مستغلهاش، مستفيدش منها. كمان المية راح تخرب زي ما احنا شايفين هون. شوفوا هون هذا وادي العرقود تبع الخليل، عم بنزل كمية من المية. طبعا هذا تصوير الإسرائيليين، تصوير اليهود، عم بنزل كمية ضخمة من المي على مناطق البحر الميت. يمكن لو نطفي شوف كمية المي هاي، لو يتم استغلالها بشكل جيد، لو يتم عمل عليها ستورج، أو على الأقل التكنيكال سوليوشن تبعها إنه نروح على مناطق الوديان اللي فيها السلوب عالي ونحاول نقلل السلوب، يعني نعمل مصاطب أو بشكل يسمح إنه المي تاخد راحتها بالنزول للمياه الجوفية. والأبار تبعت الخليل أو شرق الخليل، الأبار اللي عم بيشربوا منها الناس في مناطق قرى بني نعيم وسعير وهي المناطق الثانية، إنه يستفيدوا منها. حاليا في عنا مشكلة كبيرة في مناطق الخليل، في عنا مشاكل في مية الشرب، بالصيف بتجيهم بفترات متقطعة. طبعا شوفوا قديش كمية المي اللي بتنزل خلال 3 أيام بالشتاء، كلها بتروح لوس، والمواطنين اللي عنا ما عندهوش مي يشربوا. اللي صار عنا كمان انه اجونا مرة، اجوا سلطة المي الامريكان قالوا حنحفر هون ابار في المنطقة هاي. الابار اللي حفروها اشتغلت سنة سنة ونص، بعدين وقفت، صار عندهم مشكلة. طبعا السبب انه قدرة الاكوفر على حمل المي، الاكوفر اللي حفر فيه المي على حمل المي كانت قدرة منخفضة شوي. مباشرة سطح المي نزل بشكل كبير، ومعظم المي نزلت على البحر الميت سب سيرفيس. لكن إذا بنحاول نستغل هالكمية الضخمة من المي اللي فعلا خربت بال 2011، خربت حتى الشوارع بطريقة أو بأخرى أو بشكل محدود، وخزناها، كل سكان المنطقة بيستفيدوا منها. اللي حكيته مرة للنمساويين إنه هم استغربوا، بيقولوا لي عندكم كمية مي ضخمة، كل هاي كمية المي وبتقول عندك ووتر سكارسيتي. الووتر سكارسيتي نتيجة طبيعية للتكوين الجيولوجي تبعي، نتيجة طبيعية للعملية الريتشارج اللي بيصير عندي، انه بطيء، ما في عندي ريتشارج وسلوب عالي، المي كلها راح تهرب مني. فبقولوا لي عندكم التكنيكال سوليوشن سهل، بامكانكم انكم يكون عندكم حل تقني تشربوا فيه الناس اللي عندكم. طبعا الحل التقني هم بيعرفوا، قلت لهم اياه، ما راح اسرائيل ترضخ له حتى على مستوى تشريبنا المية تبعتنا، ما راح ترضخ له إسرائيل إلا بدفع ثمن سياسي إلها. ومش شرط الثمن السياسي زي ما حكيت لهم إحنا الفلسطينية ندفعه، ممكن هم الأوروبيين نفسهم اللي كانوا بالمحاضرة نفسهم يدفعوه، أو الأمريكان يدفعهم إسرائيل ثمن سياسي مقابل ستراكتشر صغير، دام أو مصاطب اللي تزيد أو تحسن
من نوعية المياه الجوفية اللي موجودة عندنا في المنطقة. احنا بنحكي عن ملايين المترات المكعبة، اي ملايين مترات مكعبة بال 2011 مش 2001، 2011 وبال 2012 و 2013 طلعت بلدية الخليل بتقول عنا أزمة مياه خانقة في منطقة الخليل. شوفوا قديش يعني في اشي not logic. عنا كمية مية عالية، كمية مية ضخمة جدا نزلت بال 2011، وبالصيف أزمة مي خانقة. عندنا كمان بعض الشغلات، هذا أنا عندنا بعض الشغلات اللي حاولنا نشتغلها برضو من ناحية هيدروكيمستري. حاولنا ناخد عينات للتريس إليمنتس اللي موجودة في المي، لأنه مرات الإليمنتس أو الماكرو والمايكرو إليمنتس تعطينا إنديكيشن عن حركة المي، تعطينا إنديكيشن عن وضع التغذية كيف صار لما نزلت مطرة، قديش قعدت حتى وصلت المياه الجوفية، قديش انحصرت داخل المياه الجوفية بشكل أو بآخر، وكيف هربت من تحت السطح سبسيرفس للبحر الميت. فمنحاول نعمل بعض الهيدروكيميكال انفستيجيشن في المنطقة، الريتشارج طبعا في الماونتن فوق على الانتكلاين، ومنحاول نشوف الديسشارج على الليك على البحر الميت كيف عم بيصير. طبعا الديسشارج بتستغربوا انه تحت سطح البحر في بعض الينابيع العذبة، قديش البحر مالح، في ينابيع عذبة عم تخرج من داخل من تحت سطح البحر. في عنا هدول السينك هولز، شايفين هدول السينك هولز، هاي عبارة عن سولت دوم هالايت دخلت عليه المي العذبة دوبته حتى عملت الفراغ اللي بنسميه السينك هول، طبعا وبخلف تلوث او تملح للمياه الجوفية. طبعا حاب نعرف الاوريجين، الفلو باث، الريزيدنس تايم، قديش تقعد الميه فيها. هذا بعض انواع الموديل، انه احنا عندنا كمان حتى هيدروكيميكال داتا بدل ما تحطها على اكسل شيتس بنروح بندخلها على موديلنج بروجرام اللي علاقه بالمياه، وبنحاول نعمل نمذجه لها حتى نعمل فيجواليزيشن، حتى الواحد يشوف كيف عم بتغير الملوحه، كيف عم تتغير الكالسايت ساتوريشن، كيف تتغير الدولومايت ساتوريشن in respect to availability of magnesium أو calcium أو إلى آخره. كل هذا ممكن نشوفه من خلال ألوان معينة على موديل. طبعا كمان الإفابوريشن، الهاي سالينيتي، الإفابوريشن under special conditions، كمية الأنسيرتينيتي في الإفابوريشن، كلها عبارة عن methods تم استخدامها حتى نحسب الووتر بالانس، قديش عندنا كمية مي بتنزل على الجبال فوق، قديش كمية فاقد تحت، قديش عم بنزل عندي بالمياه الجوفية اللي ممكن استغلها حتى اسقي الناس في المنطقة، في منطقة الخليل. هاي عندنا محطات، بعض المحطات المتطورة الكوزميك راي تشتغل على الطاقة الشمسية لحساب الكلايمت كونديشن والإيفابوريشن من البحيرة. بعض القراءات لهاي المحطات الميجرمنتس، وهون بعض نتائج المشروع بالأخضر اللي طلعت حتى الآن، حساب السيرف كميات السيرفس ران اوف كانت من 7 ل 15 مليون كوب بس في منطقة البحر الميت، كميات قديش اللوس ايفابوريشن، قديش الابر اكوفر اللي هو الحوض العلوي اخذ، قديش الحوض السفلي كمان اخذ، وقديش صار عملية بريسيبيتيشن. يعني كل المية اللي شفتوها معدل البريسيبيتيشن السنوي في جنوب الضفة الغربية بتعداش 300-350 مليمتر، يعني على المناطق هاي كل الكمية اللي شفتوها عبارة عن مطرة أو مطرتين قويات خلال السنة، بس المية لوست ما في إلها استغلال جيد. أوكي، هذه بعض الداتا. في عنا سنسورز، السنسور هاي بنحطها داخل الأبار، السنسور إلها قدرة على قياس الـ TDS، وإلها قدرة على قياس Total Dissolved Solids طبعا، وإلها قدرة على قياس الـ Recharge، قديش سطح المي بيرتفع وقديش كمية الكلورايد اللي موجودة فيها، كيف بيعمل ريسبونس من ناحية العناصر الذائبة Total Dissolved Solids داخل المي. هاي استخدمنا طريقة اسمها الريتشار الماس بالانس، ريتشارج ماس بالانس، اللي عملناه فيه انه حسبنا عملية اللوس في الملح من المنطقة العلوية لريتشارج ايريا، طبعا هون البحر الميت وهون بيصير مينلي الريتشارج البريسيبيتيشن او كميات الهطول. المي وهي ماشية بتفقد بعض الاملاح، بنضيف هون على منطقة التغذية كمية من الصوديوم كلورايد الملح،
ومنبلش نقيس اللوسز. طبعا اللوسز بيعني انه في مية نزلت عملت انفلتريشن وفي مية ضلت ماشية مع السيرفس حتى وصلت لتحت. طبعا اذا عندنا هون قياس لكمية الملح وهون قياس لكمية الملح بنقدر نعرف اللوس. من خلال اللوس بنقدر نعرف قديش نزل مية على المياه الجوفية. هاي الكلورايد ماس بالانس بنقولها، كلورايد ماس بالانس، طبعا قياس الكلورايد. كان عندنا زي ما شفنا بالاسود هون، اذا رجعت لورا، هذا سينونيان، هذا عبارة عن تشوك، حور لا يمكن للمياه انه تدخل فيه. كمان هون عندنا الريتشارج اقل لانه طبيعة الارض شوية غير منفذة. كمية الريتشارج الاعلى بس شوفوا قديش بالمنطقة العلوية، يعني هاي بحاجة انها تضل هالمية محصورة فيها اسبوع زمان حتى تعطيني النتيجة اللي انا بدي اياها. مهما تجمعت مي هون مش راح تنزل بالسرعة اللي بتنزل فيه هذا الفورميشن اللي فوق اللي موجود عندي هون. اخر شيء عندنا مشروع الجامعة هون مع وكالة الطاقة الذرية بالتعاون مع مركز الابحاث الزراعية في جنين دكتور زاهر البرغوثي، ومع جامعة ابو ديس جامعة القدس دكتور عامر مرعي. هذا ممول من الانترناشنال اتوميك انرجي في فيينا، من وكالة الطاقة الذرية في فيينا، وبحكي عن الحوض اللي شفناه فوق، الحوض الشمالي الشرقي اللي فوق. بدنا نعمل ايفالويشن للحوض الشمالي الشرقي من خلال الايزوتوبس. ايزوتوبس النظائر، بتعرفوا شيء نظائر المي اللي هي الديتيريوم والاو 18. ديتيريوم والاو 18 كمان ممكن تحكي لنا عن طبيعة الريتشارج، وين صار، قديش المي ضلت في الحوض المياه الجوفية، كيف مشيت وبأي اتجاه وشو صار عليها تغييرات. هي من جيولوجيا نفس المنطقة زي ما حكيت لكم، في عندي هون انتيكلاين، هذا مرتفع شرق الفارعة، المرتفع اللي بينزل على الأغوار وشرق طوباس وطمون، وفي عندي هون اللي هو اللي بسميه عنبتة انتيكلاين، هذا عنبتة انتيكلاين مرتفع للغرب. وبالنص المناطق السهلية اللي بتشوفوها وانتم بتطلعوا على جنين اللي هي السهول الواسعة، طبعا كل انجرافات التربة بتتم من هون ومن هون وبتترسب هون حتى تشكل الكواترنري او الالوفيال فورميشن اللي بالاصفر. هذا الالوفيال هي عباره عن طبقه طينيه ضخمه، الطبقه الطينيه بتنفذش مي، صعب تنزل مي، فمعظم الريتشارج اكيد راح يتم، اوكي ممكن يتم هون بس ببطء شديد، يغذي بعض الاحواض القريبه من السطح، لكن مينلي راح يكون بالمناطق الزرقاء. هاي المناطق الزرقاء عباره عن كريتيشيوس، لايمستون، كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات منفذ كله كافيتيز، كله كارتس، كاست. الكارست هذا له قدره يدخل مي اكثر من غيره، بس قديش الحجم تبعها، الحجم تبعها قليل جدا مقارنه مع الطين اللي موجود في الوسط ومقارنه مع الالوفيال اللي جاي من جريان الوديان. مع الواد لما بتمطر الدنيا على الجبل بيحمل كميه مي ضخمه معها اتربه وحصى، وبروح برسبها على جنبات الواد بالاخضر، شايفين الاخضر هاد، بصير يرسب على الجنبات تبعت الواد. عندنا كمان هو بيعمل صحيح تربه خصبه للزراعه، لكن بسمحش او بيعمل طبقه مصمطه اللي ما تنزلش الريتشارج للمياه الجوفيه تحت وتغذيها. فعندنا البوتنشال للتغذيه المياه الجوفيه اما على الفلانك هاد، اما على المنطقة هاي اللي موجودة على الفارعة انتيكلاين، الارتفاع تبع الفارعة، او على المنطقة تبعت عنبتة انتيكلاين المنطقة الغربية. وكمان اللي بيزيد الطين بلة انه شايفين السكني هاد، هي طبقات كلها فوق بعض، اقدم احدث 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 شيء الاخضر اللي بتحمله الوديان، بيجي تحتيه الشالو الاصفر اللي هو كواترنري، وتحتيه السكني شايفينه هذا السكني، هذا تشوك سينونيان. يعني مهما نزلت مية ببطء حتى هون في الأصفر، مهما صار في انفلتريشن رح تصطدم بطبقة من التشوك، فمش رح تنزل على الأبر أكويفر تحت، مش رح تنزل على المياه الجوفية اللي في الحوض العلوي اللي فيه كله لايمستون اللي ممكن يكون غني وعذب. فشو اللي بيصير عندنا بكفردان وفي مناطق جنين، انه بتشكل حواصل صغيرة داخل الكواترنري هاد، بسموها المزارعين هناك العدسة الزرقاء، بضل يحفر ليوصل لعدسة محصورة طبعا بين
هذا الفورميشن لانه سلتي هذا الفورميشن، بكون في شويه حصى جمعت مره واحده وعملت طبقه، وهي الطبقه بتجمع مي، بضل يضخ منها سنه سنتين، بعدين مش سهل ترد ترجع المي مره ثانيه، بروح فتش على عدسه جديده بروح بحفر جنبها. وملاحقين مره بتجيهم سلطه المي كبسيات انه انتم عملتوا بير جديد، لا هو نفس البير مش نفس، طب البير خلص، بروح عشان فتش على الشيء نفسه. او المناطق اللي ممكن يدخلوها الاسرائيليين بروح بدخلوا عليها مباشره وبيعاقبوهم عليها وبيدفعوهم مبالغ او غرامات. هاي كروس سيكشنز زي ما انتم شايفين، هاي المنطقه اللي بتجمع فيها الطين، الطين بتجمع هون في هاي المنطقه. بعدين في عنا اللي هو الجنين فورميشن اللي هو في الرسوبيات نوعيتها جديده كواترنري. بعدين بيجي هون الحور، الطبقه المسكره اللي بتسمحش لإشي ينزل لتحت، عباره عن تشوك تشيرت. بعدين تحتيها بيجي الابر اكويفر اللي هو الحوض العلوي. بيجي عندي كمان طبقه مصمطه اسمها يطا فورميشن او تكوين يطا. تكوين يطا عباره عن مارل، مارل بسكر برضه نفس الإشي. بيكونش في عندي كونكشن بين الحوض العلوي والحوض السفلي. بعض الينابيع نتيجه وجود الفولتس والفراكتشرز بتطلع من الحوض السفلي مباشره، والحوض السفلي كمان له ريتشارج ميكانيزم او اليه تغذيه بتختلف عن الحوض العلوي وبتختلف عن الحوض هذا. زي ما حكيت لكم العدسات الصغيره اللي عم بحفروها المزارعين حتى يحصلوا على المي ويزرعوا عليها. هلا في المشروع هذا بدنا نشوف الشالو اكويفر اللي بحفروه المزارعين من وين التغذيه تبعته حتى نعمل مانجمنت جيد، نعمل اداره جيده للمصادر المائيه. الابر اكويفر اللي هو هذا برضه من وين عم بيصير عليه تغذيه، من الفلانك، من المناطق اللي على الجنبات زي ما شفناها. طب من اي تكوين وقديش، قديش الكميه؟ ممكن من خلال الايزوتوبس نحسب، لانه الايزوتوبس باخذ السيجنتشر تبع الرين، وهو نازل باخذ السيجنتشر تبع الرين، وهو عامل انفلتريشن باخذ بيصير عليه فراكشنيشن، احتكاك مع السويل وفراكشنيشن وتبادل للديتيريوم والاو 18 مع الكلي مع بعض المكونات الجيولوجيه، فبصير عندنا اختلاف عليه، باخذ سيجنتشر جديده. داخل الحوض الجوفي من خلال احتكاكه بالاكوفر ماتيريال كمان باخذ سيجنتشر ثالثه. فاحنا من خلال تتبع الايزوتوبيك سيجنتشرز من الرين للانفلتريشن للاكوفر بنقدر نبني القصه تبعتنا، نقول انه هذه المي قعدت فتره طويله حتى وصلت الحوض هذا السفلي، وبالتالي الريتشارج كان بالمطرة اللي تمت قبل 6 سنين من منطقة عنبتة أنتيكلاين، من المناطق الغربية من هناك تم الريتشارج، وبالتالي هناك لازم أعمل بروتكشن زون. طبعا مش أنا، اللي السلطة اللي فوق بتاخد النتائج تبعتي وبتعمل مناطق محمية إنه ما يكونش عليها تلوث. ممكن تعمل إدارة جيدة للمصادر، لما أعطيها أنا نتائج أقولها إنه المية اللي بتوصل كميتها 1 2 3 وكميتها محدودة، لأنه المنطقة اللي عم تنزل منها منطقة محدودة. هون هاي الزرقة هاي اللي يصير عليها مناطق التغذية، اعمل عليها مشاريع تطويرية، اعملي سدود، اعملي مناطق اللي تعمل انفلتريشن بشكل كافي للمياه الجوفية وتزيد كميتها. هاي الأبار اللي أخذنا منها والينابيع، أخذنا كمان كميات مطر حتى نحسب قديش الايزوتوب سيجنتشر للأمطار، اللي بالأخضر، اللي بالأزرق الديب ويل اللي تحت، واللي بالمثلثات اللي هي الرينفول. في عنا السبرينجز اللي هي النجمات الصغيرة، هاي النجم، وفي عنا كمان اللي هو الشالو أكوفر تبع المزارعين اللي بنزلوش فيه، كمان أخذنا منها عينات. هاي الديتيريوم على الاكس اكسس، سوري ديتيريوم على الواي اكسس، والاو 18 على الاكس اكسس. اذا بنلاحظ هذا الخط اللي بالاخضر هذا تبع المطر، هاي عينات المطر، هذا بنسميه الميتيوريك ووتر لاين او اللوكال ميتيوريك ووتر لاين، اللي هو بيعكس الايزوتوبيك سيجنتشر تبعت الرين. الديفيشن عنه، الانحراف عنه، هي اليه انتقال المي من المطر باتجاه الحوض الجوفي او الاحواض الجوفيه المختلفه. اقرب شيء عليه كان السبرينجز، هي الينابيع قريبه جدا كانت عليه. هذا بيعني انه الريتشارج بيتم دايركتلي مباشره، بس تنزل كميه المطر بتوصل للمناطق التغذيه تاعت السبرينجز وبناخذها
انها قريبه جدا على السيجنتشر تبعت المطر. بضل عندنا هون الديب اكويفر برضه قريبه نوعا ما على السيجنتشر تبعت المطر. وفي عندنا معناها بصير دايركت ريتشارج من الفلانكس من المناطق الجانبيه مباشره على الديب اكويفر تحت بضل نازل. وفي عندنا الشالو اكويفر. الشالو اكويفر فيها مشكله، فيها ترند. طبعا الترند هذا نتيجه وجود بعض، لانها شالو كل الانثروبوجينيك بوليوتنتس نايتريت النفايات الويست ووتر كلها عم توصل للمنطقه هاي وبتعمل عمليه فارييشن في الايزوتوب سيجنتشر، بصير الفراكشنيشن مش طبيعي. في عندنا فراكشنيشن طبيعي مع الاكوفر ماتيريال، وفي عندنا فراكشنيشن نتيجه الاحتكاك مع المواد الكيميائيه الثانيه الناتجه عن عمليات التلوث. كان عندنا هون مشكله في الديتيريوم اكسس، كميه ديتيريوم عاليه، بدنا نحاول نحلها بالنيكست سامبلينج كامبين اللي راح نعمله. راح ناخذ كمان كميات مطر المفروض اخذنا. طبعا عندنا هون شالو في النورث، اذا شفتوا بشوي الخريطه منطقه كفردان في الشمال كان فيها انريتشمنت عالي بالايزوتوبس. طبعا ممكن هذا يعكس انه 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 المي عم بصير لها من هون لهون، من هاي المنطقة لهاي المنطقة عم بصير لها تلوث أكثر، وإنه الريتشارج تبع الشالو. أنا بحكي اتفقنا إنه الأبر أكوفر واللور أكوفر باخذ الريتشارج تبعه من الجناب، لكن الشالو اللي بحفروه المزارعين الأبار الصغيرة هاي عم تاخذ الريتشارج تبعها من المناطق الجنوب اللي فيه الكلورايد أقل واللي فيه الأيزوتوبس قريبة، الأيزوتوب سيجنتشر قريبة على الايزوتوب سيجنتشر تبعت الرين. وهون كل ما اتجهنا شمالا الكلورايد بزيد، التلوث بزيد، والايزوتوب سيجنتشر عم بيصير عليها عملية انريتشمنت نتيجة فراكشنيشن اعلى. هاي هذا كمان كان انديكيشن للريزلتس اللي طلعت عندنا. فعندي ريتشارج بهذا الاتجاه برافقه تلوث كمان بهذا. هاي عندنا الـ O18 فيرسس كلورايد، في ترند، في ترند واضح بين الـ O18 والكلورايد هذا في الشالو. هذا معناها انه كل ما بصير عندي تلوث بالكلورايد، كل ما بصير تلوث من مصادر خلال عملية جريان المي، بصير عملية انريتشمنت، بصير الـ O18 more enriched نتيجة وجود الفراكشنيشن مع عناصر تانية او ملوثات تانية. هاي الـ O2 distribution. الـ O2 distribution زي ما حكينا في الشمال كان اعلى من الجنوب، مور انريتش فاليوز او سيجنتشرز في المناطق الشماليه. اللي شفناه كمان انه بعض الابار الموجوده في الغرب قريبه من الفلانك، قريبه من الانتيكلاين، كانت الايزوتوب سيجنتشر عليها ديبليتد، معناها في عندي دايركت كونكشن بين رين ووتر وبين الابار اللي موجوده قريبه من منطقه التغذيه، من منطقه الريتشارج. اما بالنسبه لمناطق باقي الابار اللي شوي منخفضه هون او الشالو، تتبع ريتشارج ميكانيزم اخرى تختلف عن الريتشارج ميكانيزم. هاي الريزيدنس تايم، عملنا المغنيسيوم كالسيوم مولر ريشيو، حولنا المغنيسيوم لملي مول، كالسيوم لملي مول. المغنيسيوم كالسيوم مولر ريشيو عاده بتكون حوالين الواحد في الكالسايت او الدولومايت اكويفر، لانه يعني بتاخذ مغنيسيوم وكالسيوم بنفس الكميه. لكن اذا صار عندي نوع من قله المغنيسيوم راح ينزل او زياده المغنيسيوم، معناها الووتر اخذ كميه مغنيسيوم اعلى من الدولومايت، معناها قعد في منطقه الاكويفر فتره اطول، معناها طول او منطقه الريتشارج تبعته كانت بعيده شوي ابعد من غيرها. ليه؟ لانه احتك اكثر في الاكويفر واخذ مغنيسيوم اعلى. هذا كمان قارناه بالايزوتوبس بالO18 وفي الديتيريوم. هاي هون اعطينا انديكيشن، قلنا بالشالو اكويفر في عنا انثروبوجينيك افكت بيعمل انريتشمنت في الاو 18. نفس الشيء هون في ترند على الازرق اللي هو شالو، بس الترند هذا ما شفناه في الديب اكويفر، في لس افكت للانثروبوجينيك بوليوتنتس على الديب اكويفر، بعيد مناطق الريتشارج تبعته بعيده، بعيده عن الملوثات، بينما الشالو له علاقه وثيقه في النشاطات اللي عم بتتم في منطقة جنين وما حولها، نتيجة انه الريتشارج تبعه لوكالي بتم مش من مناطق بعيدة.
طبعا هون الريتشارج ميكانيزم تو سامرايز، في عنا من الويست انتيكلاين اللي هو عنبتة، في عنا دايركت ريتشارج للديب ويل زي ما شفنا، وشفنا ايزوتوب سيجنتشر ديبليتد مش عاليه. طبعا هذا بالتورينيان وابر سينومينيان كله لايم ستون كارستيك. في عنا فاست ريسبونس فلاش اوت للايزوتوبس فراكشنيشن شفناه بشهر نوفمبر، يعني احنا اخذنا بسبتمبر ونوفمبر، بنوفمبر شفنا فلاش اوت نتيجه انحصار المي فتره طويله بفتره الصيف. في عنا ليميتد ريتشارج من منطقه الشرق، مستفدش منكم اشي من منطقتكم، في ليميتد ريتشارج، كل الريتشارج عم باله بروح على الحوض الشرقي، منطقة الفارعة كله بنزل على الحوض الشرقي، بس لسه هذا حطينا عليه علامات استفهام لأنه بحاجة للمرحلة الثانية من السامبلينج. الريتشارج اريا تبعك بيطمون الإنتاج من وين تيجي؟ منه من فارعة انتكلاين، فارعة من الشالو أكويفر اللي بصانور وبمناطق جنين، هذه بتتبع ريتشارج بتاخد انفلتريت من الساوث من منطقة نابلس، والريتشارج ميكانيزم في المناطق الشمالية بتتأثر بالإفابوريشن لأنه بتتجمع المية فترة طويلة في الصيف، يمكن في شو اسمه بتنزل وهي متبخرة، العملية التبخر بتعمل فراكشنيشن كمان في الايزوتوبس. كمان هاي اللي هي كولكتد في اللارج ليك اللي بنشوفها بنهاية الصيف، وانفلتريت سلولي مع كمية تبخر عالية، هذا بسبب ايزوتوبس فراكشنيشن اعلى وبسبب انريتشمنت في الايزوتوبس. في كأنه في سهل صانور انا شفت تجمع المية في الشتاء، وسلطة المية خلال بجوز يعني من مدة سنة عملوا ريتشارجينج بنتريشن، حكوا معي وقالوا لي بدنا نعمل سايت زونينج وين ممكن، حكى معي ديب مهندس ديب، وين ممكن يكون في اعلى مناطق لانه تدخل المي مباشره للمياه الجوفيه. المشكله انه سماكه الكلي هناك عاليه، يعني مهما حصروا راح يضل في نوع من، يعني هم بيرهم الانتاج اللي في صانور على 1150 فهم بجوز نزلوا 300-400 متر، هذول لاي مرحله كافيه مش كافيه الكلي، كلي عالي، كلي عالي، هذا التراكم للكلي على مدار مئات فبسألك كمان سؤال في منطقة البقيعة الأكويفير، يعني ريكومندد ولا السهل هذا بالسهل البقيعة برج نعجة؟ وين بيرطمون الإنتاج؟ بالشرق، بتنزل تحت بالشرق. في سهل 98,000 دولم هناك. السلام في هلا المنطقة هناك عم اشتغلت عليها دكتور كاربون 14 ايزوتوبس، عملت ووتر ديتينج عمر المي فيها، فيها مشكلة أول إشي، في عندك جيولوجيا فيها نوع من الكومبلكسيتي العالية، في عندك مية قديمة شوي، إذا بتتذكر في للمنطقة لتحت شوي في وورم ووتر اللي هي المية مالح، وادي المالح، وادي المالح، هاي مية جيوثيرمال كمان، هاي الجيوثيرمال ووتر فيها مشكلة إنه مية قديمة. هلا ممنوع ندخل عليها لليوم، منطقة عسكرية ومش منطقة عسكرية، كتير مناطق هناك منطقة عسكرية ومش منطقة عسكرية. طبعا وجود المنطقة العسكرية انه ممكن انه في كمية كبيرة من المية القديمة او حوض كبير من المية القديمة بما في منطقة البقيعة ممكن استغلاله، ولهلأ مسكرين عليه. لا هم الان بدأ الناس، يعني في 3 أبار 4 أبار الايام هناك ليجل؟ لا الليجل، الليجل يعني لحد يعني 250 إلى 350 متر لسه ما وصلوش، هاد ميكسينج ممكن يكون ميكسينج، بس اذا نزلوا اكثر ممكن يوصلوا، لانه في عنا بيرطمون الانتاج 450 متر وبتحكي عن يعني كمية ضخمة توصل 200 كوب في الساعة. في عنا يوراسيك فورميشن، يعني اقدم شيء موجود في المنطقة تحت، يوراسيك اللي هو الديب فورميشن، ديب فورميشن لونه بني، شايف وين معرض بس مكشوف، مناطق صغيره لكن هذا موجود ديب لتحت تحت، الميه اللي فيه رح تكون غالبا قديمه، ميه عذبه الكواليتي تبعتها عاليه وقديمه شوي. هلا هون معظمهم وادي المالح وبالمناطق هاي عاملينها بروتكشنز مسكرين عليها، سهل جدا انه تنزل في اللور اكوفر في المناطق هاي الزرقاء الغامقه،
ينزل لك حوالي 1000 متر 1200 متر وتوصل لليوراس، توصل للديب فورميشن. وهذه مية يعني صحيح لحد هلا ما حدا بيعرف عنها، ممكن تكون قابلة للتجدد إذا لقينا إنه الريتشارج تبعها جاي من منطقة جبل الشيخ، تخيل المنطقة الشمالية للجنوب، وممكن تكون مية نافذة يعني تراكم صحيح حوض كبير مئات السنين، بس مية ممكن يعني غير متجددة. لسه مع الممنوع نعمل عليها دراسات يعني. بس شو انت متاكد انه منطقه مثلا سان سامور تعتبر ريتشارجنج اريا لابار مثلا في لهلا بس طمون ريتشارجنج اريا؟ هاي المناطق المعرضه هاي شايفها، هاي مناطق هذا ابر اكوفر معرض، هذا سهل جدا يصير عليه انفلتريشن. الازرق الغامق كمان سهل عليه، هذا الديب اكوفر لو اكوفر كمان ممكن يصير عليه انفلتريشن، وبالتالي مناطق طوباسطة ممكن ياخذ منها، لكن المناطق الابار هاي لا لها ريتشارج ميكانيزم مختلف، ما راح تمشي الميه لعندها من هون، ممكن من هون. بس غالبا النتائج اللي عندنا حاليا عم بتقول انه في عندنا حركه للريتشارج بهذا الاتجاه. هسه الميه اللون الازرق الفاتح هذا عباره عن يعني هذا أبر كريتيشيوس، أبر لايمستون، واللون الأزرق لور كريتيشيوس، هذا بقسم الحوض. اللي بالأحمر اللي هو اليطا فورميشن، هذا مارل بفصل بين الاثنين الأحمر. بفصل بين الاثنين. بس الناس اللي مسموح لنا إحنا من قبل الإسرائيليين اللي هو الأبر أكيد. الأبر وفي عنا كمبير في اللور، موجود يا كمبير في اللور. بجوز جينين هذا في تبع جينين وتبع صانور يعني في باللور. حتى تبع جينين وتبع صانور بالأبر، لأنه نزلوا كل الأمطار هاي حتى يخترقوا اللير هاي، نزلوا حتى يخترقوا الكلي ويوصلوا بس للأبر، للأبر، لأنه راح يخترق الكلي، راح يخترق الجنين فورميشن اسمه، وراح يخترق الأبوديس فورميشن اللي هو بالسكني هذا، وينزل كمان حتى يوصل بس للأبر. للأبر. وهذا تبع تقد تبع صامور برضو بالأبر. أعتقد بالأبر. لانه انت زي ما حكيت انه في عندنا ديب كليلير، في ديب كليلير. في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده استفسار؟ هي تغذية، ريتشارج هو تغذية في المنزل. دكتور نرجع شوي بس لمنطقة صانور، انا من سكان المنطقة اللي هناك، اللي بحفر الابار السطحية اللي هي من اعلى 150 او 200 متر، بيحكوا انه بيطلع في معهم فراغات، يعني مثلا بيطلع معهم فراغ 40 او 50 او 60 متر اثناء الحفر، بضلوا نازلين كل هالفراغات، ما بنقدرش احنا ندخل بشكل صناعي نخلي المية السطحية تتخزن جوا وبعدين هي بسببها بدون انفلتريشن بدون ايفابوريشن وبدون، حتى لو كانت الطبقة اللي تحت مصمتة مسكرة، الاحتفاظ بالمية بهاي الطبقات ممكن يسمح بنزولها شوي شوي ويوصلها. طبعا بنقدر، بس احنا بحاجة نعرف وين. عادة بنعمل شيء اسمه جيوفيزيكال بروفايل، جيوفيزيكال بروفايل ناخذ مقاطع حتى نحسب شيء الماتيريال او شيء المادة اللي بتشكل تحت السطح، او اذا في فراغ زي ما حكيت وقديش سمك الفراغ. في كان بالدنمارك، الدنماركيين عملوا فكرة راوند دام، دام اللي هو سدود تحت الارض. حاولنا نشتغل شغله زي هاي في مناطق العوجه، في جرافلز بسمك معين، جرافلز حجار هي بسمك معين مغطيه نازله حوالي 20-30 متر. هلا ليش هاي الجرافلز؟ عشان نقلل التبخر، بطن تحت نايلون خليها مسكره، نرفع الحد تبع الفلو ناتشرال فلو تبعها المنطقه الشرقيه، نسكر عليها ونحاول نجمع الميه في خزان تحت الارض عبارة عن جرافلز، هاي الفراغات تبعت الجرافلز نفسها هاي بنفس الفكرة. هلا ممكن نخزنها بالكلي، بس نخزنها داخل الكلي، الفراغات اللي بتحكي عليها، فقط من اجل انه نخلي المية تاخذ راحتها، تبخرش تاخذ راحتها من النزول حتى توصل للمياه الجوفية. هلا سمطة المية عملت زي غروز كبيرة حتى تضلها مية نازلة، يعني الكفاءة تبعتها مش راح تكون زي الكفاءة تبعت انه لو نسكر على نسكرها بخزانات ارضيه داخل الكبد زي ما بنحكي. طيب دكتور مثلا بالخليج مش حكيت لنا
انه المي بتروح هيك بيستغلوهاش، طيب ليش ما يعمل مثلا محطه تنقيه؟ مش تنقيه، بتلزمش تنقيه. قصدي يعني انه اللي بيلزم انه الوادي اللي شفناه هذا اللي فاض انه نرفع عليه سد، نوقف المي بكباسيتي معينه نسمح لكميه كبيره من المي تمسك فيه والباقي نتخلص منه عشان نضل محافظين عليه. وهي المي خلال فتره الصيف بدل ما نقطع المي عن سكان منطقه الخليل يومين وثلاثه ونقول والله مش لاقيين الناس يشربوا، ناخذ المي ونشرب الناس. يعني تعود النقص. طبعا نعم، السدود ممنوع بالمطلق عندنا. او في حل ثاني انه نأخر نزول المي بهذا الشكل العنيف، نعمل مصاطب، المصاطب هاي راح تسمح انه المي تاخذ راحتها في عمليه الانفلتريشن او عمليه دخولها للمياه الجوفيه، وبالتالي بدل ما يهرب. يعني مشكله كمان بالخليل انه الابر اكوفر عماله بهرب في شهر 6 7 بضلش مي في الابر اكوفر، كله بينزل تحت. يعني الابر بتصير جافه تماما. هلا اذا عملنا اخرنا النزول تبعها ممكن نرفع مستوى المياه السطحيه بحيث يضل في ديمومه حتى بالصيف للابر اكوفر اللي عم يضخ منه. هذا اللي صار من الابار تحت الامريكان، حفروها بالابر اكوفر سحبوا الميات اللي فيه وفيش تغذية، فيش مية، ظلت المية مش موجودة داخل الأبار. يعني بجوز هذا الحديث بوخر مثلا الأردن عندها مشكلة أكبر في الووتر سكارسيتي لناس، لكن هم يعني عالجوا المشكلة بموضوع السدود. الأردن يعني بتجمع كميات هائلة من مياه الأمطار عن طريق السدود وبيتم إعادة استخدامها بأغراض زراعية بشكل رئيسي وأغراض. ناقشوا يعني موضوع اسمه قناة الغور الغربية، انه كل هاي الميه يمرروها على شيء اسمه قناه زي اسوه بقناه الغور الشرقيه، لكن كمان بدنا ثمن سياسي، كل شيء بدنا ثمن سياسي. ما المشكله انه هذا احتلال يعني مصادر الهواء اللي بتتنفسه. حاليا في عندنا كارثه جاي اللي هي نتيجه تملح المي في مناطق الاغوار، كل المزارعين عم بيلجأوا للنخيل. كل المزارعين بيلجأوا لزراعه النخيل، لان النخيل بتحمل ملوحه لحد 12 ملي سيمنز، بالتالي بيستخدموا عمالهم المي المالحه هاي لري في منطقه الاغوار لري النخيل. وفي اطنان ضخمه من التمور راح تطلع. مشكله وين؟ انه حتى الاستيراد وتصدير بيد اسرائيل، وبالتالي احنا اذا بدنا نصدر كل هاي الشغلات واسرائيل سكرت حتكون ضربه للمزارع. لا ناهيك برضه هم برضه الاسرائيليين بتوسعوا بقوه في موضوع النخيل، وبجوز يعني اهم مصدر للمياه لري النخيل في الاغوار المياه العادمه وذاوت تريتمنت عادمه عادمه دكتور حتى عادمه وذاوت تريتمنت مي عادمه بيستخدموها لزراعه النخيل وبنطب برودكشن عالي. طب المي هاي مليانه بالنيوتريشن بس، لكن هم زي ما قلت عندهم اسواق مفتوحه كثيره مش زي الاسواق احنا موضوعنا كثير محصور، بالتالي انتاج كميات كبير من المحصول. بس برضو احد الخيارات يعني احد الخيارات عند المزارع لو في الفود سيكيورتي يعني الامن الغذائي الطاهر كويس مش سيء، ولو انخفض سعره والناس استهلكته برضو جزء من يعني توجه التنموي. يعني بيحكوا انه مجموعه من الطالبات في البروجكت تبعهم بتحكي عن موضوع اللي هو تلوث المياه والووتر كواليتي والووتر سكارسيتي. بهذا الصدد يعني احنا مستضيفينك تحكي عن موضوع اللي هو يعني سكارسيتي اوف ووتر يعني الفريش ووتر الموجودة عندنا في الضفة الغربية. ولذلك يعني احد الزيارات المتوقعة لهم راح يكون زور سلطة المياه في رام الله. هذا عنده استفسار؟ طيب احنا يعني نشكر الدكتور سعد الخيار القوي، كانت محاضرة كثير يعني شيقة وممتعة فيها كثير من المعلومات. This is part of our يعني course environmental chemistry وضايف لو experts in the field of environmental chemistry.